السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة موجهة لطلاب المرحلة الرابعة في هندسة تقنيات الحاسوب لمادة Smart System Modeling. بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن أنواع الشبكات العصبية، وقلنا أكو سنجل لاير وأكو مولتي لاير، وقلنا المولتي لاير أيضا تقسم إلى قسمين، إلى Shallow Multi Layer Neural Network أو Deep Layer Neural Network. اليوم راح نتكلم عن تدريب السنجل لاير. شو راح يكون تدريب السنجل لاير نيورال نتورك؟ راح نتطرق الى المفاهيم والمبادئ اللي تحكم تدريب سنجل لاير نيورال نتورك. طبعا الدلتا رول اللي هي مختصه بتدريب سنجل لاير نيورال نتورك ما نقدر ننفذها على ملتي لاير نيورال نتورك، اكو قوانين خاصه بتدريب الملتي لاير نيورال نتورك. مع ذلك احنا من الفائده انه نفهم مبادئ كيفيه تدريب single layer neural network عن طريق الدلتا رول. لنفرض انه الشكل الاتي، عندي single neural network موضح بالشكل الاتي في figure 2.10، حيث عندي انه ال di ال d sub i هو يمثل لي الاخراج الصحيح من النود i، بين ال yi هو الإخراج الفعلي من النود i. بالتالي ال error أقدر أقيسه بالمعادلة التالية، إنه ال error يساوي الإخراج الصحيح ناقصا الإخراج الفعلي، أحصل على نسبة ال error. نقدر نعرف الدلتا رول إنه هي تسوي adjustment، تعديل للويت عن طريق الخوارزمية الآتية. إذا كان إدخال دي ساهم في نسبة الأرض بالنسبة للأوتبوت نود، فبالتالي إنه الويت ما بين تو نود يمكن تعديله بما يتناسب مع قيمة الإدخال اللي يتمثل لي إكس جي إكس سب جي، والأوتبوت إيرور اللي يمثل لي الإي of i. هذا التعريف نقدر نوضحه بالعلاقة الآتية، انه w i j هو اللي يمثل لي الويت، مثل الويت زائدا الفا اي اي اكس جي. راح نجي نعرف كل واحد شنو هو الالفا، شنو هو الاي اي، وشنو هو الاكس جي، يؤدي الى الويت الجديد بعد التعديل، بعد الادجستمنت. هاي معادله رقم 2.2. هنجي نشوف انه الاكس جي هو الاوتبوت فروم ذا انبوت نود، اي ما معناه انه انا عندي هذا الاكس جي، فهو هذا الاخراج من الانبوت نود، يمثل لي الاخراج من هاي النقطه، هذا الاكس جي. الـ EI هو الـ Error of the Output Node I. الـ Node I هي موضحة، I Node I، إذن هو يمثل لي الـ Output من هذا الـ Node، وقلنا الـ Error نحسبه عن طريق هاي المعادلة اللي تمثل لي الإخراج الصحيح ناقص الإخراج الفعلي. الـ WIJ هو الـ Weight between output node i and the input node j. إذن هذا ال wi يمثل لي هو الويت ما بين هاي النقطة، نقطة الإخراج ونقطة الإدخال. والألفا هو learning rate، وهذا learning rate يتراوح ما بين الصفر والواحد فقط، ما بين الصفر والواحد. learning rate واللي تمثلها ألفا تحسب مقدار تغير الويت في كل مرة، بحيث إذا كانت مقدار الألفا عالية فبالتالي أنه الإخراج راح يكون حول الحل وراح يفشل في التقارب. أما إذا كان الألفا قيمته كلش منخفضة بالتالي فراح يوصل للحل ببطء شديد،
ولهذا لازم اختيار ألفا بعناية فائقة، هي لا تو هاي ولا تو لو. لنفرض انه انا عندي السنجل لاير نيورال نتورك الموجودة بالشكل 2.11، مثل ما نشوف احنا عندنا 3 انبوت مثل X1 وX2 وX3، وعندي output نود واحدة للoutput. وهنا للسهولة افرضنا انه ماكو بيز، ماكو بي مثل ما شرحنا بالمحاضرة السابقة، بالتالي راح نستخدم انه linear activation fraction بما انه ما عندنا بيز، فبالتالي الويست سم هو دايركتلي راح ينقل الى حيكون كoutput لانه ما عندنا بيز. الويت هنا مثل ما تشوفون W11 و W12 و W13، مثل ما قلنا قبل شوي قلنا W I J، وال I هي تمثل لي ال output بينما ال J هي تمثل لي ال input. فبالتالي من دا أقول على سبيل المثال W12 أقصد بي الويت ما بين ال output اللي تمثل لي هاي ال I واثنين اللي هي ال input، فهذا معناه W12. سبب انه كتابتها بهذه الطريقة حتى تسهل لي عملية كتابة القيم بالماتريكس. لهنا الوزن المخصص للنود I راح يكون مرتبط ويا ال I throw للويت ماتريكس. اذا نطبق معادلة 2.2 على الاكزامبل اعلى، راح نجي نكتب الاتي، انه عدي ال W 1 1 زائدا الفا E1 X1 يوصلني الى الويت الجديد اللي هو W 1 1، ايضا ال W 1 2 زائدا الفا E1 X2 يؤدي الى الويت W 1 2 الجديد، وايضا نفس الكلام بالنسبة لل W 1 3. مثل ما تلاحظون انه انا عندي الـ E هو نفسه تكرر بالمعادلات الثلاثة E1، بالتالي انه دي غير عندي هنا هو فقط قيمة الـ input ويا قيمة الـ weight المرتبط وياه. الآن إلى نجي نلخص عملية تدريب single layer neural network باستخدام delta rule، نقدر نلخصها كالآتي: أولاً نهيئ الأوزان بقيم مناسبة. النقطة الثانية انه ناخذ الـ input من training data، وقلنا training data مالتنا تحتوي على input زائد correct output، ونقوم بإدخالها إلى neural network ونحسب الـ error. مثل ما قلنا الـ error نحسب عن طريق انه عندي الـ output الصحيح ناقصا الـ output الفعلي. بعدين اجي احسب الـ weight update اعتمادا على المعادلة التالية، انه حتى احسب الـ weight update يساوي الفا اي اي في اكس جي، بعدين اجي اعدل قيمة الـ weight اعتمادا على المعادلة التالية، انه انا عندي الـ weight القديم زائدا الـ update of weight يؤدي لي الى الـ weight الجديد. اجي اطبق الخطوات 2 و4 لكل training data عندي، وبعدين اجي اعيد الخطوات من 2 إلى 5 حتى يوصل مستوى الخطأ الى نسبة مقبولة. سؤال مطروح انه لماذا احنا نستخدم بالتدريب نفس training data؟ هذا بسبب انه الدلتا رول تبحث عن الحل من خلال تكرار العملية، وبالتالي تكرار العملية برمته مع تدريب الموديل على نفس البيانات يؤدي إلى تحسين الموديل. عملية الريبيتنج نقدر نلخصها كـ number of training iteration، يعني عدد مرات التكرار، واللي من خلالها training data راح تمر بخطوات من رقم 2 إلى رقم 5 تطلق عليها كلمة epoch. بالتالي من نسمع مصطلح epoch يساوي فت قيمة معينة، على سبيل المثال يساوي 10، هنا مع النيورال نتورك مالتي راح تمر بعملية تدريب متكررة لنفس مجموعة البيانات لعشر مرات. الشكل التالي هو لخص لنا هذا الكلام كله، انه عندي هاي training data تروح كـ input الى الـ neural network مالتي single layer، طبعا neural network
فأحصل على إخراج، وعندي هذا الإخراج الحقيقي أو الـ correct output، بينما هذا الإخراج الفعلي. بالتالي الـ E راح نحصل حصلي عن طريق أنه الـ D minus الـ Y حصل على E، والـ E راح نستخدمه حتى نسوي بـ adjustment للـ weight، نحصل على إخراج مقارب أو قريب الإخراج الفعلي. نجي الآن إلى موضوع Generalized Delta Rule. كشفت الدراسات اللاحقة عن وجود شكل أكثر عمومية لقاعدة الدلتا، أي معنى آخر قاعدة أكثر شمولا للدلتا رول. إذا كان عندنا Arbitrary Activation Function، معنى آخر عندنا Activation Function تحكمية، بالتالي الدلتا رول نقدر نوضحها بالمعادلة التالية، انه wij زائدا الفا دلتا اي اكس جي راح يؤدي الى wij جديدة. هنا فقط عوضنا عن الاي دلتا. هنا دلتا شنو تعرف؟ دلتا تعرف هي كالاتي، هاي القاعدة، انه الدلتا عبارة عن فاي داش of VI مفروض في EI. الـ EI هو الـ error اللي حصل عليه من output node I. الـ VI هو الـ weighted sum of the output node I. phi dash هي المشتقة الأولى للـ activation function phi، طبعا لنقطة الإخراج. بما أنه نستخدم دوال خطية linear activation function، على سبيل المثال إذا كان عندنا phi of x هو يساوي x، فالمشتقة الأولى راح تكون لهاي المعادلة هي 1، وإذا عوضنا هاي القيمة في معادلة 2.4 اللي هي هاي المعادلة، نعوض عن phi dash vi 1، فراح يكون عندي 1 في ei، وبالتالي راح استنتج إنه من هاي المعادلة انه الدلتا اي يساوي اي. اذا عوض هسه هذا الاستنتاج في معادلة 2.3 اللي هي هاي المعادلة، فهنا راح تكون بدل الدلتا اي راح اعوض عن اي اي، وبالتالي انا رجعت الى نفس المعادلة الاصلية اللي تطرقت لها في الموضوع السابق equation 2.2. هذا يؤدينا الى استنتاج انه الدلتا رول equation 2.2 هي فقط تطبق على linear activation function. الآن ولما تطرقنا إلى المعادلات اللي وضحت لي أنه نقدر نسوي generalization للدلتا رول، راح نجي الآن إلى كيفية اشتقاق الدلتا رول. طبعا باشتقاق مال الدلتا رول راح نعتمد على sigmoid function. sigmoid function هي عبارة عن دالة رياضية تتميز أنه شكلها يكون مثل حرف الاس، ولا يسموه اس شيبد كيرف. هاي سيجمويد فاكشن هي عبارة عن ريل فاكشن اللي تعرف لي كل الريل انبوت فاليو، واللي ما عندها نون نيجاتيف ديريفيتيف في كل نقطة من منحني السيجمويد فاكشن. تقدرون تبحثون اكثر اذا احد يريد يعرف تفاصيل اكثر على السيجمويد فاكشن. ايضا من تطبيقاته تستخدم بالاوديو سيجنال بروسيسنج كويف شيبر ترانسفير فاكشن، واللي يسوي محاكاة للصوت. ايضا تستخدم بالسيفل انجينيرينج بالامور المتعلقة بالسويل، باللوجيستيك فاكشنز التابعة للاجريكلتشر موديلينج، وايضا تستخدم بالارتيفيشال نيورال نتوركس. السيجمويد فاكشن مبينة بال صورة أدنى مثل ما نشوفها أنه مثل حرف الأس، ونقدر نعرفها بالعلاقة الرياضية الآتية اللي phi of x يساوي 1 على 1 زائد e of سالب x، نقدر نبسطها أيضا وتساوي e of x على e of x
زائد 1. الآن حتى بعد هذه المقدمة عن sigmoid function نجي نشوف شلون راح نشتقل delta rule اعتمادا على sigmoid function. اشتقاق هذه الدالة أقدر أكتبها بهذه الطريقة، إنه phi dash of x يساوي phi of x مضروبة في 1 minus phi of x، والphi of x هنا تساوي 1 على 1 زائد e of سالب x. راح أعوض هذا الناتج في معادلة رقم 2.4، فبالتالي عد الدلتا هي المشتقة الأولى لـ v of i مضروبة في e of i، فإذا أحصل على phi of vi مضروب في 1 ناقص phi of vi مضروب في الـ ei. راح أعوض الآن الدلتا في معادلة 2.3 اللي هي هاي هنا قيمة الدلتا، راح أعوض عنها هاي القيمة، فأحصل على المعادلة التالية: w of ij زائد الفا في phi vi مضروب في 1 ناقص phi vi في ei xj، كلها تقرب لي إلى wij وهو الوزن الجديد. بالتالي معادلة 2.5 بقت نفس المفهوم الأساسي للدلتا رول، مثل ما نشوف هنا أنه أيضا هو الويت ويدين حسب تناسبا مع الأوتبوت نود إيرور الـ EI والأنبوت. الآن نجي إلى مثال توضيحي للسيجمويد فاكشن. لنفرض أنه هذا الشكل عندي نورال نتورك يحتوي على 3 input، عندنا إخراج 1. راح نستخدم sigmoid function للactivation function مال نورال نتورك. عندنا أيضا مطينا training data point عددها 4، بحيث انه هاي تستخدم training data for supervised learning. بالتالي ما دام supervised learning عندنا احنا الداتا متكونة من زوج من ال pair of input زائد correct output. ايضا ال last bold numbers يمثل لي ال correct output، بمعنى اخر هذا الرقم وهذا الرقم هو ال input، بينما هذين الرقمين هي الـ correct output. نفس الشيء هذين الـ input وهذين الـ correct output، هذين الـ input وهذين الـ correct output، هذين الـ input وهذين الـ correct output. مثل ما قال last bold numbers of each dataset is the correct output. إذا في شي حالة إنه شو راح نشتق الـ delta rule؟ الـ delta rule for sigmoid function مطيب المعادلة 2.5 learning rule. بالتالي فقط عندنا إعادة ترتيب للمعادلات حتى نوصل إلى المعادلة النهائية. مثل ما نعرف أنه الدلتا بالمعادلة 2.5 هي عبارة عن phi vi مضروب في 1 ناقص phi vi في الـ ei، وهنا حتى أحصل على مقدار التغير بالـ weight مالتي لازم أضرب في ألفا في دلتا اي في الـ xj، وبالتالي مقدار التغيير اللي راح يكون على الـ wij هو عبارة عن القيمة السابقة للـ wij زائدا دلتا wij. الآن نجي إلى موضوع أنواع supervised learning بالـ neural network. عندنا ثلاث أنواع راح نعتمدها بالـ supervised learning of a neural network، اللي هي أول stochastic gradient descent ونختصر لها SGD، وعندنا الباتش والميني باتش. راح نجي نشرح كل واحدة تفصيلا، وأيضا الكود مالتن راح نشرحها إن شاء الله بالمحاضرة الجاية. فإذا هذين ثلاث أنواع لل supervised learning من neural network. بالنسبة للموديل الأول اللي هو الـ SGD، الـ SGD إذا نريد نعرفه رياضيا نجعل تعريف الرياضي أولا، هي طريقة تكرارية لتحسين وظيفة بخصائص مناسبة.
هذا التعريف الرياضي، بس احنا نجي الى ما يهمنا في الـ Neural Networks او بالذكاء الاصطناعي، شلون نعرف الـ SGD. الـ SGD راح يكون عملها هنا انه يحسب الـ Error لكل بيانات التدريب ويقوم بتعديل الـ Weight على الفور. على سبيل المثال اذا عندي 100 Training Data Point، فالـ SGD راح يغير لي او يعدل لي الـ Weight 100 مرة. إذا نجي للفيجر 2.15 راح يوضح لي مفهوم الـ SGD وشون دي يسوي weight update للـ training data. هذا الشكل يبين لي الـ weight update الخاص بالـ SGD هو related، ذو علاقة مع الـ entire training data. إذا عدي بكل خانة من هاي الخانات training data، فبالتالي الـ SGD راح يسوي تعديل على كل خانة، تعديل على الويت لكل خانة من هذه الخانات الخاصة بالتريننج داتا. بما أن الـ SGD يسوي تعديل على كل البيانات، فبالتالي الكفاءة مع الـ Neural Network باستخدام هذا النوع راح يكون غير مباشرة أثناء عملية التدريب، أي بمعنى آخر أنها تكون ملتوية أثناء عملية التدريب. الـ SGD يحسب لي الويت ابديت من خلال هذه المعادلة، انه الالفا مضروبة في الدلتا اي في الاكس جي. هذه المعادلة تشير الى جميع قواعد الدلتا تستند الى نهج الاس جي دي.